المخبتون وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن درجة الإخبات لله تعالى من أسمى المقامات وأعلى الدرجات، لا يصل إليها المرء حتى يكون قلبه رطبا من شدة الخوف من الله وعظيم الرجاء فيما عنده، ولن يكون القلب كذلك إلا إذا كان العبد قد وطن نفسه على تقبل الموعظة والنصح من الآخرين، واستفاد من كل ما يقال وأنزله على واقع نفسه. وكل هذا يدل على أهمية الموعظة في حياة المسلم، ولذلك تولى الله جل وعلا الوعظ بنفسه في آيات كثيرة من كتابه، ووعظ عز وجل عباده فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله، فقال جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعظ أصحابه ويذكرهم بأحسن الأساليب وأبدع الكلام، فكان لموعظته أثر بليغ في نفوسهم، كما جاء ذلك في سنن أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي من البكاء. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار،
فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هو أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. كل ما سبق أيها الإخوة المستمعون والمستمعات يدل على أهمية الموعظة وضرورتها، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه غربة الإسلام. ولن يكون الحديث في هذه العجالة عن الموعظة وآدابها وصفات الواعظين وما ينبغي أن يكون عليه الواعظ، فربما يطول الحديث في هذا، إلا أننا سنتحدث بإيجاز عن مواعظ المخبتين من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. كيف كانت تلك المواعظ؟ ولماذا كان لها تأثير أبلغ من تأثير غيرها؟ وكيف كان حالهم وهم يعظون، مع ذكر شيء من مواعظهم لما في ذلك من حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور؟ وهذه بعض السمات العامة التي تم استخلاصها واستنباطها من مواعظهم وأحوالهم حال الوعظ، لعلنا أن نقف معها لنصل إلى درجة المخبتين الذين هم أولياء الله الصادقون المنيبون. فمن سمات الموعظة لدى المخبتين إخلاصهم في الموعظة، والإخلاص يا أيها الفضلاء هو سر التوفيق للعبد ونجاح دعوته. ومتى كان العمل لله نفع صاحبه وانتفع به من حوله، ومتى كانت القلوب فيها ما فيها نزعت بركة ذلك العمل، وصار وعظ ذلك الواعظ ضربا من العبث الذي لا أثر له في نفوس السامعين، هذا إن سلم صاحبه من غائلة الذنب وعقوبة المرائين. سئل بعض السلف: ما سر تأثير موعظته وضعف تأثير موعظة غيره؟ فقال: النائحة الثكلى ليست كالمستأجرة. ورأى محمد بن واسع واعظا يعظ الناس ويرعد ويزبد، إلا أن القلوب لم تخشع لموعظته، فقال هذا الواعظ للناس: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. فقال له محمد بن واسع: يا فلان، ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا خرج من اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان. حضر بعض السلف لواعظ فلم ير لوعظه أثرا، بل كانت القلوب له منكرة، فقال: يا هذا، إما أن في قلبك شيئا أو أن في قلوبنا شيئا. ومن سمات مواعظ المخبتين الصدق في نصح المقصرين والحدب عليهم، وربما قسوا في بعض نصحهم شفقة منهم على ذلك المنصوح، ومع هذا فإن نصحهم له يقع في سويداء القلب ويستقر في مخزون الفؤاد ويبقى أثره إلى أمد بعيد، وما ذاك إلا لما يعلمه ذلك المنصوح من صدق الناصح، وأنه إنما قسى عليه لفرط محبته له وحرصه عليه، وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. إن على كل داعية أكرمه الله جل وعلا بالدعوة إليه ووعظ الناس أن يظهر لهم الشفقة والمحبة في طيات كلامه، فإن لذلك أثرا بالغا في نفوسهم، وليشعرهم ذلك الداعية بأنه جزء منهم، يحزنه ما يحزنهم ويسعده ما يسعدهم. الداعية الحق يا معاشر الفضلاء هو من تخرج الكلمة منه فتشع نورا يبدد ظلمات الجهل والغفلة، تراه فترى الصدق في قسمات وجهه قبل أن يتحدث ويظهر ما لديه. وهكذا كان رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، كان مضرب المثل في هذا الباب. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا فأسلم: ولا يخفاكم أيها الفضلاء ما كان يمارسه اليهود من حملة تشويه لسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه كاذب وأنه مفترٍ وأنه من الافتراءات الكثيرة والتهم الباطلة
التي يلصقونها بالنبي صلى الله عليه وسلم لينفروا الناس من حوله. يقول عبد الله بن سلام: لما قدمت المدينة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع حوله نفر من أصحابه، فلما تبينت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هكذا بهذه العبارات اليسيرة والكلمات الصادقة كانت كلماته ومواعظه صلى الله عليه وسلم تسري إلى سويداء القلوب، فتحدث فيها هزة قوية يكون بها استيقاظ الغافل وانتباه النائم وعودة الضال. لقد كان صلى الله عليه وسلم شديد النصح لهذه الأمة، حريصا عليهم، كما وصفه ربنا جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم نحن بحاجة أيها الإخوة إلى هذا الصدق في مواعظنا وأحاديثنا وعلاقتنا بالآخرين، ليكون لنا تأثير في قلوبهم، فنزداد بذلك أجورا مضاعفات عند ربنا جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه العاملين لدينه. اللهم استعملنا في طاعتك، ووفقنا لمرضاتك، واختم بالصالحات آجالنا، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.